اهلا فيك. عايز حضرتك تكلمينا عن الاراده الاسلاميه للعالم كله. طبعا احنا شبكه وسائل ان اكثر من 20 سنه في مجال ما نعرفه به نخبه الترفيه والبث التلفزيوني، واليوم هو علامه فارقه في تاريخ وسائل، لانه حنطلق مش بس قناه، هي عباره عن مشروع لدعم السينما العربيه والمصريه بشكل خاص على وسائل هلا سينما، واللي بنرفع شعار احياء عز السينما العربيه، لانه بالفعل حنعطي السينما حقها ونبث الافلام العربيه كما يجب. لا، هي الافلام اخر الاصدارات السينمائيه، فحتشوف الافلام تصدر في السينما وفي اسابيع قليله حتشوفها على اوسن. حنبث كل يوم جمعه على الساعه 8 بتوقيت القاهره فيلم جديد، يعني في السنه حيكون في هناك 52 فيلم جديد، ما اظن في هناك اي قناه بتقوم ببث هذا الكم الجو، وقمنا الا 3 سنين بنحضر فيه بتعاقدات مع عدد كبير من الشركات، شركات الانتاج سواء المصريه او العربيه. طبعا الافلام اخر كل ما يصدر في السينما حتشوفه على وسن، لكن اصدارات السينما العربيه كل ما يحقق نجاح في شباك التذاكر المصري والعربي في دبي والعالم العربي حتشوفه على القناه، بالاضافه انه القناه حتعطي لما نحكي احياء عز السينما العربيه يعني بث الافلام بتقنيه الاتش دي، ومن سبتمبر حنبثها بتقنيه ما يعرف بال 4K، وهذا اول مره في العالم العربي حنبث الافلام بدون فواصل اعلانيه، حنبثها بنسخة المخرج. لمعلوماتك انه ما في هناك فيلم عربي بيتم بثه بنسخة المخرج كما رأها المخرج، فإحنا قمنا بأخذ كل إنتاجات السينما خلال 5 سنوات الأخيرة وحنبثها بدون أي فواصل وكما لم يراها المشاهد من قبل بنسخة المخرج بدون أي انقطاع بنظام الـ HD، وكمان كيكون القناة حتكون تشجيع لصناع السينما، لأن صانع السينما هو مش فقط الممثل، هو المنتج، هو المخرج، هو الكاتب، هو مدير التصوير، فأنت حتشوف على القناة في بداية كل فيلم في هناك بطاقة تعريفية بتحدث فيها أحد صناع الأفلام، فأنا كثير والله بقدرش أقول لك قديش متحمسة وحاسة إنه هي هذه حتكون خطوة أولى لتشجيع السينما العربية. طبعا احنا العرض الاهم هو التطوير الدائم لبرامجنا والتطوير الدائم لقنواتنا واحترام دائما وجهات النظر وما يطلبه خلينا نحكي المشتركون، ودائما كانت اطلاق قناه عربيه للسينما بمستوى الاجنبي هو طلب دائم، ودائما في عندنا هناك عدد كبير من العروض، وهلا كمان بعد شوي حيكون هلا في اظن عرض دائم، بتقدر تدخل على OSN ويب سايت وتشوف العروض الموجوده بالنسبه للباكجز وعروض OSN. اهلا فيك. لا، اول شيء بشكر جدا مشاهدينا واسأل، لانه نجاحنا هو بولائهم، بشكرهم وبكل تواضع بقول ما في عندي يعني فريقي، انا فريق البرمجه وفريق واسأل بشكل عام لا يسعنا الا نشكرهم بشكل كبير، وللمشاهدين اللي هم غير مشتركين في واسأل نطلب منهم بس يروحوا على الويب سايت osn.com ويتعرفوا علينا، لانه اكيد في هناك شيء موجود عند واسأل مش موجود على اي قناه ثانيه. اهلا فيك وشرفتونا ونورتونا، ان شاء الله بنوصل.